عملت 6 مرات حقن مجهري، 4 مرات لم تنتج بويضات صالحة، مرتين أنتجت بويضة. بعض المرضى لا يصلح معهم إلا المجمد. اللي عايزين يعملوا حقن مجهري بتكون خطوات طويلة المدى أحيانا، تاخد أحيانا شهور. وهذه النقطة غائبة عن ثقافة المصري. مش كل الحالات بتحتاج تجهيز طويل، ومش كل الحالات بتاخد نفس الأنظمة العلاجية اللي بتاخدها الحالات الأخرى. الأستاذ الدكتور محمود الشافعي، دكتوراه أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، زمالة أمراض النساء والتوليد ومساعدة الإنجاب، جامعة ستالينبوش، جنوب أفريقيا، زمالة أطفال الأنابيب والحقن المجهري، جامعة بورتو، البرتغال، استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب بطب الزقازيق، مؤلف الأطلس العالمي لدراسة البويضات بالمجهر الإلكتروني، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مدير مركز زينة الحياة للخصوبة وأطفال الأنابيب بالزقازيق. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا 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 جدا. ليه؟ لأنها حلقة علمية جدا، وطبعا ضيفي من القمم العلمية الكبيرة جدا. لكن قبل ما نبدأ عايز بس أحفظكم حاجات صغيرة خالص، اسمحوا لي يعني معلش، عشان نبقى زي ما بيقولوا بادئين على مية بيضة. أول حاجة، عندنا عشان يحصل تكوين جنين، يحصل ان البيبي يتكون جوه الرحم، شوف انا هكلمكم بمنتهى البساطه، لازم حيوان منوي يجي من الرجل وبويضه من الست، ويلتقيان فالحيوان المنوي يخص بالبويضه، يعني يدخل جوه جسم البويضه ويدوب او يلتصق، او يعني بمعنى بسيط خالص برضه يلتحم الماده الوراثيه بتاعت الحيوان المنوي مع الماده الوراثيه بتاعت البويضه، ويعملوا حاجه اسمها جنين. يبقى انا هنحفظ بقى الاسماء. الحيوان المنوي ده حاجه من الرجل، البويضه دي ده من الانثى، لما يلتحموا مع بعض يكونوا حاجه اسمها جنين. لو ده تم بشكل طبيعي خلاص ده تمام. لو تم بشكل طبيعي برضو بس خارج جسم الانسان، خارج جسم المراه، بمساعده اساتذه بمساعده العلم اللي ربنا وهبه لاساتذه علم الاخصاب، فده بيسموه اخصاب مساعد، اخصاب مساعد خارج جسم الست. كوننا الجنين المفروض هيرجع فين؟ هيرجع في الرحم، هنرجعه في الرحم. لو كوناه ورجعناه في الرحم، رجعناه ساعة لما حصل الاخصاب، في ساعتها حصل الحيوان المنوي دخل البويضة ورجعناه في ساعتها، ده بيسموه جنين طازج. خدنا الجنين ده حطيناه في حتة غلف، يعني في 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 مكان مجمد لغايه الشهر الجاي، الشهر الجاي او بعديها من شهر، في اي شهر جاي، ده يبقى هذا الجنين اسمه جنين مجمد. دي التعبيرات اللي هتدور حواليها حلقه النهارده. يعني ايه جنين؟ يعني ايه جنين طازج؟ يعني ايه جنين مجمد؟ انا طبعا قلت كلام بسيط خالص، طبعا استاذي هو الذي يستطيع ان يشرح بشكل تفصيلي اكبر بكثير، واحد من الكبار في هذا المجال، ليس في مصر، في الوطن العربي، في الشرق الاوسط، بل اسم عالمي كبير ذكرنا من كتبه وطبعا استفدنا من علمه وما زلنا نستفيد، وهو فعلا عالم بحق واستاذ قدير، قادر على انه يشرح لكم بشكل تفصيلي اكتر بكتير من الشرح المبسط البسيط الضعيف للعبد الفقير. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره استاذنا الاستاذ دكتور محمود الشافعي، اهلا بيك يا استاذنا، منورنا وشرف كبير هذه الزياره. ومعلش سامحني في اللي انا عملته دلوقتي، بالعكس خالص. يعني انا حاولت افهمهم الابجديات بتاعه الحوار النهارده. معلش انا عايز اسمع من حضرتك ابجديات الحوار بشكل اكثر تفصيلا، وخصوصا ان هل، ودي مهمة جدا، العالم الآن بيذهب ناحية التجميد ويترك الطازج، ده صيحة في العالم كله، هل ده حقيقة؟ هذه صيحة فعلا بهذه الدرجة من الكبر والانتشار؟ وهل مصر تشارك العالم في هذه الصيحة، أم ما زلنا لسه بيننا وبين العالم الغربي مسافة كبيرة؟ كذا سؤال مع بعض. اولا شكرا على التقدمه الجميله دي، واللي حضرتك قلته ما هوش بدائي خالص، بالعكس هو حقيقه الموضوع. ماهيه الاخصاب ثم حدوث تكوين الجنين ثم نقله بعد ايام التخصيب بغض النظر، او في مراحل الانقسام وهو طازج، بيسمى جنين طازج،
سواء في اليوم الثالث أو في اليوم الخامس. ثم إذا تم حفظه بطريقة التجميد بغض النظر إيه هي الطريقة اللي بنستخدمها، لأن في طرق كتيرة جدا جدا جدا، يسمى جنين مجمد. السؤال الثاني اللي حضرتك قلته لي، هل العالم يذهب حاليا إلى حقبة الأجنة المجمدة؟ الإجابة بالقطع نعم، لأسباب كتيرة جدا جدا جدا. فعالية هذه التقنية أثبتت نجاح بصورة غير طبيعية، صلحت أخطاء كتيرة قوي إحنا ما كناش فاهمينها. لسبب، إحنا ما نحدثه من تنشيط تبييض يسمى حالة غير طبيعية للمرأة، لأن المرأة التي تحمل طبيعيا بالجماع الذي يتم عادي جدا في شرع ربنا، دي طريقة إخصاب هادية لبويضة واحدة بتطلع لوحدها بدون تنشيط مع أفضل حيوان منوي صادف ذلك في أيام التبييض، تم الإخصاب ثم الانقسام ثم إحنا ما زرعناهوش، هو هيرجع لوحده من فوهة الأنبوبة إلى منتصف الأنبوبة أو التلت الخارجي للأنبوبة اللي هيتم فيه الإخصاب، ثم يرجع إلى جدار الرحم. ده بنسميه اللي هو الحمل الطبيعي، يعتبر طازج. اللي احنا بنعمله في أطفال أنابيب والحقل المجهري، أي الإخصاب ثم النقل في اليوم الثاني أو الثالث، دول شريحة، والخامس شريحة ثانية، ده بنسميه برضو النقل الطازج للأجن. انتقال العالم إلى حقبة التجميد هو يبدأ بالتدريج، وأعتقد أنه سنمر بوقت هنمنع فيه نقل الأجنة الطازجة وسنستبدلها بنقل الأجنة المجمدة. يعني أعتقد أن احنا قريبين من هذا التاريخ، قربنا خلاص. السؤال، كيف نشأت وازدادت هذه الفكرة الهامة جدا والرائعة والمفيدة جدا لنجاح الحقن المجهري؟ أولا زي ما قلت لحضرتك، أول حمل حصل بأطفال الأنابيب كان من بويضة منشطة طبيعيا وبويضة واحدة، استخرجوا بويضة واحدة تم تخصيبها بطريقة أطفال أنابيب وهي ترك الحمل المنوي مع البويضة في أنبوب، وعشان كده سميت أنبوب، اللي هي لويس براون اللي اتولدت سنة 78. ثم أرجعوا الجنين المخصب تاني. النهاردة أي تنشيط تبييض من الصعب جدا أن حضرتك تسيطر على التنشيط إلى أن يتم إنتاج عدد بويضة واحدة، ممكن ان يتم لكن النتائج هتبقى اقل شويه، لان انت ما انتش ضامن نوعيه البويضه الواحده اللي هتطلع شكلها ايه. فبنسميه controlled ovarian hyperstimulation، احنا بنعمل حاله زياده تنشيط لكن تحت السيطره. وبالتالي نشات الفكره منين؟ من ان انا لما بعمل تنشيط تبييض لسيده ما وبتنتج لي 4-5-6 أجنة، بلاش 10 أو ما إلى ذلك، إن في حالات مرضية تانية هنتكلم عليها، وأنا عايز أنقل جنين واحد أو اتنين، طب الباقيين هعمل فيهم إيه؟ الأول كانوا بيترموا لأن إحنا بنعرفش نعمل فيهم إيه، أو بعض الأطباء الممارسين للمهنة في بدايتها كانوا بينقلوا أكثر من جنين، فبالتالي بيتم عنه حمل في أكثر من جنين، مش توائم لا، ثلاثات وأربعات، وده برضو مش مستحب قبل ما يبتدي موضوع إنقاص الأجنة. فبالتالي الأمثل في ذلك أنه بعد الإخصاب والحصول على أجنة في طور نمو معين أن ينقل جنين أو اتنين ويحفظ الباقي. يحفظ إزاي؟ ده تطور التقنية. النهاردة إيه اللي شجع التقنية دي قوي؟ نشأت التقنية نتجت عن زيادة بويضات مخصبة مسمى الأجنة. طيب لو كان عندي سيدة زي مرض تكيس المبايض اللي هي بتطلع لي 20 و25 وفي بعض أحيان 30 وزيادة من تنشيط عادي، لأنها مش هتطلع أقل من كده، أوكي دول هعمل فيهم إيه؟ تطور الموضوع إلى أن موضوع التنشيط زي أنها النهاردة هو بنشوف مثلا هذا المبيض ده بنسميه تكيس مبايض. لما لو عديت البويضات الناشئة من غير ما اجي ناحيتها زي السهم ما هو موجود مثلا كده، بلاقي على الاقل عندي في الصف الواحد او في الشريحة الواحدة اللي انا واخدها من المبيض ما يزيد عن 10-15 بويضة. طب السيدة دي هتجيب لي قد ايه بعد كده؟ وهعمل فيهم ايه؟ والجيش اللي طالع ده هرشده ازاي؟ بغض النظر عملت فيه ايه في التنشيط فهو انتج لي عدد زايد من الاجنة لازم اتصرف فيها، وإلا كده او ده شكل المبيض المستجيب بزيادة للتنشيط.
فبالتالي لازم أعرف بالظبط هعمل إيه في هذه الأجنة. فأعتقد إن هما جزئين اتنين، التنشيط الجماعي للتبويض أنشأ عدد أجنة زايدة، زائد تكيس المبايض فرض نفسه علينا بالعدد الزائد من التبويض. إذن هذه القضية قضية يعني خدمة كبرى لإنجاح الحقن المجهري. أعتقد أنه يوجد فارق في التسمية. لما أقول خدمة يبقى أنا بساعد، لا، هي الحل. بس عشان نبقى واضحين، الحل، لأن الأجسام التي تعاني من تكيس المبايض ويتم تنشيطها مع ترشيد التنشيط وإنتاج عدد عالي من التبويض، جسمها لا يسمح بالنقل الطازج. نمرة واحد، الجسم مش مستعد هرمونيا. اتنين، متهيج، وبالتالي أنا هدخلها في مشكلة لو حملت. حتى لو حملت في هدوء ومفيش تنشيط زايد إلا بدرجة بسيطة، عدد أو نسب احتمالات حدوث الإجهاض عالية جدا في هؤلاء المرضى، وبالتالي دول لا يصلحهم إلا التجميد. فهو مفروض علي، عمالين نقول تنشيط تبويض، تنشيط أو بمعنى صح تنشيط زائد للتبويض. إزاي نعرف إن إحنا عملنا فعلا تنشيط زائد للتبويض؟ هل ده خطأ دكتور ولا دي طبيعة جسم امرأة لم يقدرها برضو الدكتور؟ كلمة اللي حضرتك سألتني عليها هي حتة التنشيط الزايد، لا، هي الحقيقة في التسمية هي استجابة زائدة عند هؤلاء المرضى، لأن أنا لو اديت نفس العقاقير لمريضة تانية لا تعاني من تكيس المبايض هتكون استجابتها بصورة مختلفة، هتكون أهدى من كده شوية. دي بتستجيب بزيادة. هذا لا يعفي الطبيب من المسؤولية. ليه؟ لأن في برنامج معين للتنشيط لازم يتبع، اتنين، عقار معين أو عدة عقاقير معينة لازم تستخدم، وعقاقير أخرى منهي عنها تماما. لأن الجسم ده بيعاني من خلل نسبة هرمونين معينين اللي هم الـ FSH والـ LH في اللي هم مسؤولين عن التبويض، الغدة النخامية بالظبط. فهذه السيدة يضغى عندها هرمون الـ LH، وبالتالي لو اديت أي هرمون مخلوط به الـ LH فأنا بزود في حدة تنشيط التبييض، وبالتالي الطبيب مسؤول جزئيا عن هذا الموضوع. وهنا الحكمة في السيطرة على تنشيط التبييض لتكيس المبايض، عشان ما اخشش في المشكلة الكبيرة ان انا اعمل تنشيط تبييض من الدرجة القصوى اللي هو بيجي معاه ارتشاح مية والمية توصل لحد الرئة وان السيدة يتأثر فيها الجهاز البولي ومنحنى او تظبيطة السوائل بالنسبة لها بتبقى فيها مشكلة، وبالتالي بخش في المتلازمة الكاملة اللي هي مش عايزين نوصلها. طيب، كلمة تورط جزئي أو مسؤولية جزئية توحي إن في جزء تاني مش هيكون مسؤوليته. هذا الجزء خلاص إحنا معنى كده إن إحنا ممكن نفاجأ بإنه في تنشيط فعلا، وإن التنشيط مشكلته بتزيد يوم بعد يوم، يعني لا ده في مية، لا ده في مية بتزيد، تصاعدي، تصاعدية، يعني احنا انجوينج ندخل في مشكله خطيره. دايما انا اجي قدام الحته دي واقول طب ازاي نتنبأ بالكارثه؟ المساله اشبه يا فندم، معلش مع التشبيه، واعتقد التشبيه هيعجبك، هي فعلا كده، بالبركان. البركان البركان بيدي علامات انه هيفور وهينفجر والى اخره، بس في بقى اجهزه بتتنبأ ان البرجان ده احتمال ينفجر في اليوم كذا من الشهر القادم. يعني الست خلاص شكلها رايحه في البركان. هو موضوع التنبؤ، بعض حالات تقدر تتنبأ بيها من الاول اذا كان شكل المبايض بالشكل اللي انا اوضحته، وبعض حالات ما تقدرش، هيظهر مع التنشيط. ليه؟ لأن التسمية الحقيقية والتشخيص الحقيقي لمرض تكيس المبايض من الممكن أن تكون السيدة بها المتلازمة كاملة، من انتشار شعر في أماكن غير مرغوب فيها، زيادة وزن، لخبطة الدورة، اختلال هرموني كامل، وشكل المبايض طبيعي. وبالتالي الدكتور ممكن ينخدع في ذلك أنه يبتدي يدي جرعة كبيرة جدا من الأول، يبتدي يظهر عنده جيش ما كانش متشاف من البويضات، وبالتالي هنا لازم ألم هذا الجيش شوية. فحتة التنبؤ مش كل الحالات تقدر تتنبأ بيها، لكن كل الحالات تقدر تتصرف معها. يعني بمعنى إيه؟ طبعا أنا ما أحبش أوصل أبدا مع أي مريضة إن أنا ألغي العلاج في الوسط، لكن كوني أنا أوصل المريضة إلى التجربة الكاملة اللي هي الدخول في مرحلة سحب البويضات، وقف هنا بان انا بجمد كل البويضات وبعفيها من الحمل في هذه الدوره، اذا هنا انا سيطرت
على المرض جزئيا بحيث ان انا ما كملتش المتلازمة. يعني بكلام حضرتك ان انا ما ساعدتش البركان انه ينفجر، حاولت ان انا اعمل له اخماد في المراحل الاولى واستفيد من البويضات اللي انا نشطتها بمبلغ غالي جدا من النقود لحد ما وصلنا الى هذه او هذا العدد من البويضات، ثم اصبح اجنة ان انا ما اخسروش، ان انا اجمده وتنتفع بيه في دورات اخرى. وانا بشوف الحاجتين دول، انا عايز اعمل تنشيط تبويض وعندي حالة تكيس مبايض، انا كدكتور همشي كده ما بين زي ما بيقولوا الاسدين. انا خايف التنشيط ياكلني من ناحية ومش حاسس ان ممكن اقصر في احداث تنشيط من ناحية. يعني ازاي امشي في ده في المداء الصغير الضيق ده بين جبلين كبار بين اسدين مفترسين؟ كويس. اول حاجة، حاجة غير طبية خالص، لازم اي مريضة تشك، مش تتأكد، تشك ان بها أعراض تكيس مبايض تجهز نفسيا قبل بداية التنشيط التبييض، أنه من المحتمل أن احنا نمر بكل المشاكل دي اللي هي بطننا هتوجعنا، هيجي لنا غثيان، نفسنا هتغم علينا، هنرجع كتير، بطننا هتنتفخ شوية وما إلى ذلك، والأكيد أن أنا مش هنقل أجنة طازجة في هذه الدورة. يعني إيه يا دكتور؟ يعني أنا بعد الكلام ده كله هروح هذه دورة من غير حتى ما أعرف إذا كنت هبقى حامل ولا لأ؟ مش هنقل أجنة؟ أيوه، حضرتك هتريحي خالص في هذه الدورة. فالتهيئة النفسية ده أول شيء. اتنين، اختيار البرنامج العلاجي من برنامج قصير المدى أم طويل المدى، زائد اختيار العقار اللي أنا هنشط بيه التبييض، زائد المتابعة الهرمونية بإن أنا بعمل تحاليل معينة وخاصة هرمون الاي 2 او الاستروجين او الاسترادايول يعني بالتحديد، وبقارنه بعدد وحجم البويضات الناشئة يوميا عشان اعرف انا وصلت لحد فين، لان في حالات معينة لازم اوقف تنشيط. كده فرط مني، يبقى خلاص لازم يقف عند هنا. ليه؟ لان القاسم المشترك في الموضوع مش هو التبويض، لا، هتنتهي التبويض ازاي؟ الابرة التفجيرية او التحضيرية اللي هتي تكمل نضوج البويضات هي اللي بتخرج البركان من مكانه، وبالتالي عندي اكثر من حاجة. في انواع عقاقير معينة منتجة بالهندسة الوراثية دي ممكن تؤخذ، وممكن برنامج علاجي تاني خالص تعطى عقاقير تبعد المريضة تماما عن هذا البركان. زائد ان انا لو وصلت لهذا البركان واصبح حتمي ان انا ما خليهوش ينفجر لبره بقى، كفايه ان هو منفجر بين الجبلين، كفايه قوي. اللي هو ايه؟ ان حضرتك هتاخد الاجنه كلها وتعمل البرنامج اللي اتفقنا عليه عالميا اسمه فريز اول، جمد كله من غير ما تاخد راي المريضه. ليس لها راي، وانا بقول الكلام ده لكل الاطباء، المريضه ليس لها راي في هذا الموضوع، لان بعض المرضى ما شاء الله بيبقوا فدائيين جدا، تقول لك لا انقل لي وانا تعبان عايز احمل، ما هي محرومه. لا، انت حضرتك لو سمحت ما تعملش كده خالص. ليه بقى؟ لان لو حملت وهي عندها تنشيط زايد فحضرتك البركان اصبح بره السيطره، خلاص مش هتعمل فيه حاجه، لانه كده بقى عندي خلاص هو بره السيطره. حمل موجود واساسا الحمل هو السبارك، هو الشراره حضرتك اللي ابتدت انت بتكملها بقى، فخلاص ما يقدرش. ليه؟ لان حضرتك هرمون الحمل اللي يطلع اللي هو الاتش سي جي ده هو كماله السبارك، كماله الشراره اللي حضرتك بتكمل بيها. طيب انا هنا يحضرني سؤال مهم كنت عايز اساله في اول الحلقه وترددت ان انا اساله في اخر الحلقه، بس انا هساله في نص الحلقه. احنا معانا نموذج ده تانك التجميد، نموذج مصغر، ده مش تانك الحقيقي، ده هو نموذج مصغر. تانك الحقيقي حجمه قد ايه؟ كبير جدا. حضرتك بيسع، بيبتدي من 50 70 الى 100 لتر، وبعضهم فيه 500 لتر، فبالتالي ده نموذج مصغر. وعايز اقول ان انا جايبه بس عشان اقول ان من غير هذا التانك ده الحجم مصغر، ده الحجم الحقيقي، الحجم الحقيقي حتى مش باين بالظبط الحجم، بس هو تقريبا لغايه لا هو نص الجسم بالظبط كده. اللي على الشمال ده بنسميه ريفل، اللي هو بنملاه نيتروجين عشان نكمل بيه التنكات الكبيره ما تجفش، وده اللي على اليمين اللي هو تي اي 26، ده تانك تخزين. ده من احدث الحاجات في العالم دلوقتي. اكيد. ده صوره جوه الكانستر نفسه، جوه حضراتكم الانابيب اللي انتم شايفينها دي، كل انبوبه او كل فيسل، كل وعاء من دول بيشيل 3 او 4 انابيب. الانبوبه جواها اكثر من
5 او 10 انابيب صغيره، كل انبوبه من الصغيره دول مكتوب عليها اكتر من 7 او 8 وسائل للتشييك، من اسم الزوجه واسم الزوج ورقم الملف والتاريخ ونوعيه الاجنه وعددها ولون معين عشان ما يتخلطش مع حاجه ثانيه. زي ما انتم شايفين اهو الالوان دي بنستخدمها عشان ما يتخلطش بحاجه ثانيه. عظيم. السؤال الحقيقه المهم قوي قوي، ازاي واحنا حضرتك دلوقتي وانت بتتكلم في حاجات الاول مره يمكن حتى في الشاشات الاعلاميه نقول جمل معينه في عالم الاخصاب المساعد فيها انه ليس للمريض اي احقيه في القرار، القرار تمام خاص بالطبيب طبقا للكتب الطبيه. تمام. ده كلام مهم جدا. ده يخليني اروح لتقييم المراكز الطبيه. تقييم المراكز الطبيه بمعنى ازاي الزوجين يبقوا فاهمين احنا كاطباء كمان مش متخصصين في شغلكم زينا مثلا في الغدد بنعمل لكم ريفير، نبقى فاهمين المركز ده مركز علاج عقم اطفال انابيب ماشي على النسق والمقياس الحقيقي المتبع في هذا العلم ولا مش ماشي صح. ده من ناحيه ايه؟ من ناحيه التقييم الحقيقي. وليه في كتابك وفي كل الكتب الخاصه بالنساء والتوليد وخاصه بعلم اطفال الانابيب في الاطلس حضرتك ما عملتش شابتر لتقييم المراكز؟ وفي الكتب ما بيعملوش شابترز لتقييم المراكز ولا موجود في المجلات؟ معلش سؤال مهم. ده بره الصندوق خالص. انا انت فوجئت بالسؤال. فوجئت بيه بس مبسوط منه. هو من اسرح الاسئله اللي ممكن تسال. تقييم اي مركز اطفال انابيب يساوي ده زي ما حضرتك بتقول في المجلات حاليا المقالات بتكتب الكلام ده دلوقتي حاجه اسمها كوميولاتيف بريجننسي ريت. يعني مجمع نسب الحمل. طب ليه ما كتبتوهاش في كتابك؟ لما انا اقول لحضرتك الموضوع حاليا لما اكتمل علم التجميد ده له معادله معينه. يعني ايه كوميولاتيف بريجننسي ريت؟ يعني طازج او يعني ايه نتكلم باللغه العربيه انا بعتذر ده يعني ايه المجموع النهائي لنسب الحمل يساوي دي له معادله طازج زائد مجمد فعدد مرات تجارب سهم او يساوي حمل مستقر وولاده سليمه. لما اجي النهارده اقيم مركز مش انا رحت عملت مره وحملت او ما حملتش، لا انا عملت كام مره في المركز وحملت كام مره في المركز من تجربه واحده. لازم نحسبها كويس قوي. يعني النهارده لما بنتكلم على التكلفه بنقول تكلفه العمليه بتكلف اكس عدد معين من النقود، لكن اما انا اتكلف هذا الاكس وزياده شويه عشان تقنيه التجميد مكلفه شويه وربنا يكرمني ان العيله كلها تيجي من عمليه واحده، هنا انا النهارده بقول لا كده انا بقيم المركز صح. ليه؟ لان بعض الناس وفي احد الشاشات واساتذه زملاء بيقولوا هذا الكلام، انا بعتمد اساسا على ان المريضه تجيني تحمل مره واحده في التجربه الطازجه. انا برد عليه علميا مش بعنف خالص. بقول له لو حضرتك ما عندكش تقنيه تجميد قويه جدا فحضرتك بتخسر اكثر من نصف نسب الحمل عندك في المركز. انا هقول تجربه بسيطه جدا، عندي مريضه تكيس مبايض عملت في مركز معروف 3 مرات ما حملتش ولا مره ولا جمدت ولا مره. ده تقييمي له كالاتي: حضرتك عملت برنامج لا يتناسب مع تكيس المبايض، نقلت لها في حاله تهيج ام لا فهي جسمها مش جاهز، حرمتها من ان جسمها يهدى وتنقل اجنه مجمده. دي حضرتك من اول تجربه عندنا، وانا بقول الكلام ده وانا واثق فيه، من اول تجربه عندنا بنقول لها البروتوكول. حضرتك هتعملي هنجمد كل الاجنه، هننقل في الطازج لو لا قدر الله اسف في المجمد، لو ما حملتيش من اول مره بامر الله اكيد هتحملي من الثانيه. انا عندي النهارده وبقول الكلام ده بمنتهى الشجاعه في 11 سنه بس في مركز زينه الحياه
عندي النهاردة ست أولاد، عدد رقم ستة من تجربة واحدة. من تجربة واحدة يعني من حالة سحب واحدة، من حالة إخصاب واحدة. بالظبط. خدت مجموعة من البويضات، خصبتهم بعدد من الحيوانات المنوية واحتفظت بيهم. بالظبط كده. وكده كل وكل وكل مرة الست عايزة تحمل بتفك جنين. بس. وبتنقل. شيء رائع. كويس. فالنهاردة لما حضرتك تكلمني عايز تقيم المركز، بقول حضرتك هو مجموع نسب الحمل النهائية بغض النظر هي عند حضرتك طازجة أو مجمدة، في عدد المرات والتي أدت إلى حمل مستقر وولادة سليمة. طيب من تقول عليه حريف؟ يعني التصرف اللي بتحبه أنت قوي، تقول زي ما في الكورة كده تشوف لعبة معينة تقول إيه الحرفنة دي؟ كل واحد له حاجة معينة بيحبها. ايه الحركة اللي تقول ان هذا الشخص حريف طالما الان؟ كويس. انا قلت حريف للدكتورة ايمان محفوظ اللي هي ماسكة المعمل، مشرفة على المعمل كله عندي وتجيد تقنية التجميد. لما تفكت اجنة عندنا، اتفكت اجنة مجمدة واكتشفنا بعدها ان في مشكلة في المريضة ساعة النقل، جمدنا الأجنة تاني ونقلناها بعد دورة وحملت توأم بعدها بعد شهر. دي حرفنة. فهي دي المرة اللي أنا أقول لحضرتك لا ده دي حرفنة. دي حرفنة. وأنا دي يعني زي ما بيقولوا يخلع لها القبعة. أنا طبعا فخور بوجودك معنا وسعيد سعادة خبير جدا جدا بهذه الزيارة، وكالعادة الحوار معك دائما من بيخليني ارجع لذكريات ان انا كان نفسي اكون دكتور نسب وتوليد بس ما عرفتش. اولا احمد ربنا ان ما انتش دكتور نسب وتوليد. لو ليا بس كلمة عايز اقولها في الاخر، بقول ان تقنية التجميد هي نهاية الطبخة. يعني ايه؟ يعني ما تلاقي مركز متميز في التجميد هذا يعني ان كل اللي وراه صح. المثال اللي قلته لحضرتك اللي هي اعادة التجميد ده قمة التمكن من العمل. الحرفنة. شكرا استاذنا استاذ دكتور محمود الشافعي كان ضيفي في الناس الحلوة. خليكم دايما من الناس الحلوة.